ارتفاع على درجات الحرارة وأجواء مستقرة نوعا ما وطقس مائل للبرودة في ساعات الليل، والتفاصيل بعد هذا الفاصل. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع المناصير للزيوت والمحروقات، شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن، ليدرز سنتر، كريم هايبر ماركت، المهنية للاستثمارات العقارية، والسعودي وشركاه للتطوير العقاري. مساء الخير. إذا تبقى الأجواء مستقرة ولكن مائلة إلى البرودة نسبيا في ساعات النهار وباردة في ساعات الليل، وكما نشاهد هنا لدرجات الحرارة الواردة لدينا في مركز طقس العرب، نجد أن يوم الثلاثاء يبقى هنالك تأثير لهذه الكتلة الباردة، ولكن تبدأ درجات الحرارة بالارتفاع تدريجيا مع ساعات نهار يوم الثلاثاء بمشيئة الله، لتعاود درجات الحرارة وتصبح لطيفة أكثر من الأيام الماضية، وتبدأ درجات الحرارة بالارتفاع تدريجيا خلال الأيام القادمة. ننتقل سوية لمعرفة درجات الحرارة المتوقعة لهذه الليلة في العاصمة عمان. تكون درجة الحرارة اليوم 15 درجة مئوية والأجواء صافية، وتصل درجة سرعة الرياح إلى 15 كيلومتر في الساعة. أما في ثلاثة أيام القادمة فالثلاثاء والأربعاء والخميس درجات الحرارة متوسطة، تبدأ من 25 إلى 30 درجة مئوية، هنالك ارتفاع واضح على درجات الحرارة يوم الخميس ومع نهاية الأسبوع بمشيئة الله، والأجواء تبقى صافية خلال ساعات الليل لتبقى ما بين 16 إلى 21 درجة مئوية في ساعات الليل. ننتقل سوية لمعرفة درجات الحرارة المتوقعة اليوم الغد، ونبدأها شمالا من إربد. درجات الحرارة من 27 إلى 18 درجة مئوية في ساعات الليل، في المفرق من 27 إلى 17، في جرش من 28 إلى 18، وفي عجلون من 26 إلى 16 درجة مئوية. في العاصمة عمان من 25 إلى 16، في الزرقاء من 28 إلى 18، في البلقاء من 25 إلى 17 درجة مئوية، في مادبة من 26 إلى 17، أجواء حارة في البحر الميت من 36 درجة مئوية نهاراً و 24 درجة مئوية في ساعات الليل. أما جنوبا في الكرك من 26 إلى 17، في الطفيلة من 25 إلى 16، في معان من 27 إلى 16 درجة مئوية، في جبال الشرى من 23 إلى 13، وفي العقبة من 35 إلى 26 درجة مئوية في ساعات الليل. في رويشد من 31 إلى 18، في الصفاوي هنالك بعض الغبار من 30 إلى 17 درجة مئوية، وفي الأزرق من 31 إلى 18 درجة مئوية. إذن كانت هذه أبرز المعلومات الواردة لدينا هنا في مركز طقس العرب. إلى أن نلتقي في نشرات قادمة، دمتم في أمان الله. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع المناصير للزيوت والمحروقات، شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن، ليدرز سنتر، كريم هايبر ماركت، المهنية للاستثمارات العقارية، والسعودي وشركاه للتطوير العقاري.